وصلنا القرن 21، والقرن هذا فيه لاعبين كرة قدم مشاهير ومغنيين. احنا اليوم راح نحاول نصير مشاهير في 24 ساعة، والهدف ان نوصل 100 مشترك في قناتي الجديدة. اول شيء لازم تسويه لما تسوي قناة جديدة لازم تسميها اسم. انا فكرت وقلت اسميها ريان رياكشن، لان القناة راح تكون رياكشن، راح نسوي فيها ردات فعل، راح تكون قناتنا الجديدة. طيب الحين لازم اول شيء نسوي القناة، سويناها، والخطوة الثانية نكتب الاسم هنا ريان رياكشن، وبسم الله نضغط انه نثبت الاسم. الف مبروك علينا، سمينا الاسم، باقي صورة المقطع. صورة المقطع صورة القناة احنا راح نوريكم اياها كيف تاخذ صورة للقناة. يعني هي رياكشن راح تسوي كذا زي ما تشوفوا. حطينا الصورة ببرنامج الفوتوشوب، راح نعدل عليها نسويها لمسات خفيفة عشان تطلع صورة ممتازة للقناة. كذا خلصنا الصورة والحمد لله يا شباب، بعد تعب طلعت كذا، بس مو مهم صوت المقطع قد مو مهم انه المقطع، فهمتوا كيف؟ طيب كذا يكون صورنا المقاطع الشورت اللي راح ننزلها، راح تشوفوها بالقناة، راح ننزلها بالقناة، رابط القناة تحت في الديسكريبشن. والحين نروح للطريقة الثانية، قلنا ثلاث خطوات حنسويها، أما هذه الخطوة اللي حنروح عند الناس ونسألهم، نقول لهم أنتم مشتركين؟ إذا مو مشتركين خليهم يشتركوا، وإذا ما يبغوا يشتركوا نعطيهم فلوس. اسمع صوت الفلوس. يلا بسم الله. طيب والحنية عشان العيد، صح اليوم عيد، كل عام وأنتم بخير يا شباب. عندك مشكلة تطلع الكاميرا؟ عندك مشكلة تطلع باليوتيوب؟ يلا بنطلع. تعرف واحد اسمه ريان رياكشن؟ لا والله. طيب اسمع، عشان هذا واحد مسكين كذا فتح قناة جديدة، نبغاك تساعده وتشترك بالقناة إذا ما عندك مشكلة. طيب يلا اسمع، ايش نت؟ معك نت؟ ابشر اكيد افتح لك نت. حاب تقول شيء للكاميرا؟ تفضل. ايش محتواك؟ تابعوه يا اخوان، والله محترم الشيء. اتابع نيكلوديان؟ لا هذا فيديو ضحك. شباب القناة مرة تطلع ثواني. ايوه هيا، هذا اول مقطع، هذا القناة، هذه سوي سبسكرايب. سوي سبسكرايب يا شباب، اول مشترك. ما عندك حساب اليوتيوب؟ ليش ما عندك حساب يا ولد؟ انا بحضر هيك حساب. سوي حساب. ليش بدي اسوي حساب؟ عادي عادي، بسوي لك على الانستغرام. يلا على الانستغرام. اوكي انستغرام، اوكي. واللي ما سوى فولو بالانستغرام بيسوي. خلاص الانستغرام يعني. حبيبي يعطيك العافية، شكرا. يلا حبيبي، استغفر الله. وشباب وكذا يكون جبنا اول مشترك الحمد لله بعد تعب. واللي تابع المقاطع بدون ما يسوي حسابات، سووا حسابات اشتركوا، ايش قاعد تسووا؟ اللي هي راح نروح عند قنوات الناس ونكتب لهم اذا ما اشتركت اعرف انه شيطان منعك، زي كذا حنكتب. هذه الطريقه مو كويسه، راح اجربها بس انا ابغى اشوف ايش فائدتها. فراح نروح عند قناه مين؟ يعني قناه، راح نروح عند قناتي يا شباب. خلينا نروح عند اخر مقطع، عزمت 50 مشترك عشان يفطروا معي، اذا ما شفته روح تاب. اول كومنت دار واحد اسمه ريان دي اكشن، تعرفه؟ تشترك بقناته؟ يا كذاب يا كذاب يا كذاب. حلو، ايش اسمك؟ علي. حاب تقول شيء للكاميرا؟ حبيبي علي، كفو عليه. حبيبي علي، يعطيك الف عافيه. يا شباب يا شباب، هذا نصاب، كيف عرف عن القناه؟ كيف عرف عن القناه يا شباب؟ يلا اللي بعده. نروح عند مستر بيست، اعطاني 10 دولار وزعته. نكتب اذا تحب نفسك اشترك في القناة. تعليق. السلام عليكم. اوكي شباب، ما حد سلكني. نروح عند مقطع حضنت ناجل قرب في قناتي عشان تاخذ 1,000,000 دولار. كذا دن يا شباب، يكون سوينا الخطوه الثانيه. طيب الحين نزلنا المقاطع زي ما تشوفوا، هذه هي المقاطع، نزلنا 5 مقاطع زي ما قلنا لكم. اللي حاب يشوفها يمديك تروح عند القناه وتشوفها، ولا تنسى تشترك اهم شيء. السلام عليكم. تعرف واحد اسمه ريان رياكشن؟ ايش رايك تشترك بقناه تدعمه؟ هذا شخص جديد سوى قناه، احنا الحين قاعدين نحاول نوصل 100 مشترك، فحاب تدعم وتشترك عنده؟ عادي. معك جوالك؟ تمام. تشترك بالبيت؟ ان شاء الله. توعد المتابعين؟ ان شاء الله. تبغى تقول لهم كلمه؟ اشترك. شوفوا عليك حبيبي، يعطيك العافيه حبيبي. هذا المشترك الثالث، ان شاء الله الشورتات تضرب وتجيب مشاهدات، كذا لازم الحين نستنى ونشوفكم بكره. السلام عليكم. ريان ريان.
حلو والله. خلاص يلا شوف كم جبت مشتركين. يلا يلا كم ساعة كم ساعة. مين طفى النور؟ الزبدة ما علينا. أنا كنت نايم يا شباب. كم تتوقع وصلنا مشتركين؟ أنا أقول وصلنا يعني 20 مليون 15 مليون ورا الخمس شرطات. فاكتب لي تحت بالكومنتات كم توقع أن وصلنا مشتركين. وبسم الله خلينا نشوف. زدنا 3 مشتركين بس.